الظابطة التانية. كلمنا أكتر عن أم رحمة. هتتجوزي يا بوو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 و
هم كله بيدبهم يشدك معايا يشدك معايا يشدك معايا يشدك معايا يشدك ورايا ستة ومعصايا قعدنا نرقص ليت يلا لكن نصف البصارة من زمان بس فين الحاجات اللي بتتحط فوق البصارة يعني اعمش وكمان ما بتشمش واد يا عم ايوه خلت ام رحمه خد يا واد الطبق بتاع الحنه ده ودي خالتك ام سماح انا مش قادر ومطربق من امبارح الطربق على دماغك يا بعيد روحوا لها خالتك ام رحمه بتقول لي ظبطي الكرش وروح رحش وهسهسي بشويش وسقسقي وبلاش تدلدق وانا هديها الطبق ولا هديها الباسورد مسز خالتي ام رحمه would you answer me what is about songs you occasionally do عيد الاضحى شم النسيم الطهور كل عروسه عايزه تبقى حلوه وبتلمع وبتبرق ليله فرحها والعريس اخويا ما يشوفش غيرها تيجي لي انا بقى لمع واظبط واظبط الجرش كده وهسهس ورحرح بشويش يا اخويا وخليها زي القمر تيجي لي انا بقى وسط جو اسري مليان حب وحنيه بس يا بيتش يا نجلية تفتحينا تعددت الاغاني والفرح وحده انما بقى النط في اغاني بعضينا لا دي مش اصول شغل عندك كل واحد في قارنا في حاجه بتميزه انا مثلا انا بحسس باللي يخصني ورثاه عن امي وستي مهما تسمعه من حد تاني ولا حتى من دي جي ما تتكيفش لما تسمعه من خالتك ام رحمه والموضوع غنى بس وكده وخلاص لا ده معايشه وانجمال نجوم بتتصل بيا عشان اروح احيي لها لياليها بس نفسي يا حبيبي طب حاسب بقى خالت ام رحمه عشان القهوه بتفور ما تسوعيش نفسك مش بقول لك يا واد معايشه وانجمال مسز خالتي ام رحمه هاو دو يو دو يور جوب ان ا ويك حنا Exactly. 5 times, 4 times, or 6 6 يخرب بيتك صاحبك طلع اقبح مننا يا واد معلش اصل هو خواجه وبيحب مورجان فريمان وانجلينا وام بي سي 2 وبتاع يعني خلاص اسكت يا نصاب اهم حاجه يا واد يا عمرو في شغلانتنا دي المونه يعني ما ينفعش تسطر انا ببعت يا واد اجيب جرام الحنه من السودان ب 1000 جنيه امال ايه عشان كده بقول لك قول للمسجوده ام سماح سقسقي وبلاش تدلدقي وهو كمان مش معقول ان انا اسلم العروسه شبه احمد الفيشاوي كل جتتها مرسومه ما فيش فيها حته فاضيه لو في ناس بتروح تجيب الاستيكر وتروح لازقاه على جتتها كده وتبقى شبه الجلاد اللي من غير تيكت اول السنه طب وعلى كده بقى يا خالتي الحاله ماشيه ولا الحاله ناشفه وبترجعي عيال صغيره شغلانه لمت كله دلوقتي بقى بيفتي كله عامل لي فيها بيعرف يرسم وبيكسر وفنكخ في وقت واحد زمان يا واد بتبقى يا ليل يا عين بجيب 1000 جنيه في الليله في الوقت يا دوب جيب اجره البنات يا واد يا عم طب وال1000 جنيه بتوع جرام الحنه بتجيبهم منين انت هتحوري ده انا هحورك انت انا قلت لك الشغلانه لمت